الهدف من هذا اللقاء، الهدف أنكم هنا هو نعرفكم على المشروع ديال اللغة الإنجليزية. علاش اللغة الإنجليزية؟ كما كتعرفوا الأهمية القصوى لهذه المادة داخل المؤسسة التعليمية، والوزن ديالها داخل النظام التعليمي بصفة عامة، وحتى المخطط الاستراتيجي كينص على تدعيم هذه اللغات الأجنبية. إذا لاحظتوا بغينا نحيدوا واحد الصورة النمطية اللي كانت عن اللغة الإنجليزية داخل البرنامج الدراسي. دائما نسمع أن اللغة الإنجليزية هي مادة ثانوية. اليوم آن الأوان باش نعطيوها الأهمية اللي كتستحق هذه اللغة من خلال إضافة ساعات داخل جدول الحصص. كما لاحظتوا المسألة في المؤسسات المعنية، جميع المؤسسات كنا كنديروا لساعة في الأسبوع، اليوم أصبح ساعتين بالنسبة للابتدائي، وكان ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بالنسبة للسلك الإعدادي. وثم بدينا تدريس اللغة الإنجليزية ابتداء من القسم الأول، عكس السنوات الماضية اللي كنا كنديروها في المستوى الثالث ابتدائي. احنا اختارينا واحد التمثيلية، وأكيد غتبعها واحد اللقاءات تواصلية داخل المؤسسة التعليمية باش نعرفوا بهذا لي تيست كامبريدج، هاد لي زيكزامان ديال كامبريدج اللي غيخولوا حتى التلاميذ ديال الناظور، علاش حتى هما يدوزوا يكون عندهم واحد لي سيرتيفيكا لي ريكوني معترف به دوليا. وحتى الجامعة ديال كامبريدج هي راه معروفة يعني دوليا، اللي عنده ان سيرتيفيكا كامبريدج راه شي حاجة كبيرة، رغم اختلاف المستويات. كاين مستويات من A1 حتى C2 اللي هو لي توب. حنا بغينا نبداو من الاول. ثم كاين واحد الاضافه اخرى بغيت نزيدها ضروري، انه ماده اللغه الانجليزيه في النتائج الدراسيه هي غير منقبه، ما عندهاش النقطه، وبالتالي ربما التلاميذ كيحسوا انه لا داعي انني نجتهد في هذه الماده. لذلك جاو هاد لي تيست اللي غيكون واحد يصب الموتيفاسيون بالنسبه للتلاميذ باش تكون عندهم واحد الموتيفاسيون باش يجتهدوا حتى هما في هذه الماده، لانه كاين واحد لوبجيكتيف خصهم يوصلوا ليه. هذه نقطة أساسية باش نحيدوا ديك النمط ديال الثانوية توجور ديك لا ماتيير سيكوندير. نو، حتى اللغة الإنجليزية مستقبلا غادي يكون عندها واحد الوزن كبير بفضل الأساتذة وبفضل هذه شركة التوزيع ديال بوكران اللي تعاقدنا معاها، اللي المقررات ديالها ممتازة جدا، اللي غتخول أنه تفازي التلاميذ ابتداء من القسم الأول حتى السنة الثالثة إعدادي، باش ان شاء الله تحنا نطمحوا تكون عندنا مستوى كبير وراقي في ماده اللغه الانجليزيه. ونعاود نشكر الحضور ديالكم، ونشكر الساده الاساتذه، ونشكر مستر بول هارفي اللي داروا واحد الدوره تكوينيه خاصه بالاساتذه في هذه الوسائل الحديثه لتعليم اللغه الانجليزيه. ثم غننتقلوا فيما بعد للشق المتعلق بالادب، علاش انتم هنا باش يدير لكم واحد البريزونطاسيون على هاد لي زيكزامان، علاش هاد لي زيكزامان، وشنو خصكم توجدوا، وشنو التلاميذ خصهم يوجدوا، واكيد خص يكون داك التعاون ما بين المدرسه وما بين المؤسسه باش نمشيو قدام، لانه الهدف الاساسي والاسمى والحلقه المهمه في هذه السلسله كامله هي التلميذ ديالنا. فبالتوفيق للجميع. اليوم طبيعة الحال اليوم تاريخي، بحيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين خمس مؤسسات اللي هي الانبعاث، افاق، ثريا، والاذكياء، ثم اقراء النموذجية، مع شركة بوكلاند اللي غتخول تلاميذ هذه المؤسسات ان شاء الله اجتياز امتحانات ديال جامعة كامبريدج. وبالطبع هاد اليوم كذلك كانت واحد الدورة تكوينية اللي اطرها بول هاردر، الفائدة الاساتذة اللغة الانجليزية، الفائدة المؤسسات الخمس المذكورة. وان شاء الله يعني احنا نامل ان هاد الشراكه وهاد الاتفاقيه اللي اليوم كنعتبروا هاد الاتفاقيه اللي دخلت مدينه الناظور واللي كتحتضن هاد المؤسسات الخمس غتكون بادره كبيره في الاقليم الناظور، اللي غتطور من خلالها ان شاء الله هاد اللغه الانجليزيه، لان لغه العلم ولغه المستقبل بالنسبه للتلاميذ. الهدف من هاد الاتفاقيه اللي سنينا مع هاد المؤسسات في الناظور هو تقييم مستوى التلاميذ عن طريق اجتياز امتحانات الكامبريدج، والمساهمه في مشاريع التربويه في المؤسسات، وكذلك تكوين يعني وتتبع الاساتذه في الاقسام ديالهم في المؤسسات اللي كيشتغلوا فيها، عن طريق يعني الخبراء والاساتذه كيشتغلوا معنا والاطر التربويه للمؤسسات بوكلاند. My name is Paul Harvey. I've been a teacher trainer for many years now, and I'm very pleased to be working with Bookland. It's very exciting to be here today to see so many parents, and hopefully then so many
parents and then so many children interested in getting involved with the Cambridge exams, and we are hoping that we can provide as much support as possible. And I'm very pleased generally in promoting the English language in Morocco. Thank you. Hi for everyone, I am Hajar Al-Rafasi and I am 13 years old. I am a student in Atria School and I like practice and English competition, so I wish that everyone can do that. I like English and I wish that everyone will like it like I do.